للتقدم في مرحلة البناء الاقتصادي والعمراني للبلاد. شهد معرض بغداد الدولي ورشة حوارية لتعزيز التعاون والشراكة في مختلف المجالات ما بين القطاعين العام والخاص، والتي شهدت حضور الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق إضافة لشخصيات أخرى. هذه الورشة تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية للبلاد من خلال الاستثمار ورسم السياسات، إضافة لتقديم الرؤى المشتركة التي يطرحها الجميع. عقدت اليوم ندوة لمناقشة موضوع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. تعرفون أن الدولة تنتهج الآن نهج الاقتصاد السوق الذي يقتضي أن تعاد هيكلة الكثير من المنشآت العامة، بما يحقق كفاءة في الإنتاجية، زيادة في معدلات التشغيل، وأيضا دعم للاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو الاقتصادي. أبرز الإيجابيات من هذه الشراكة هي زيادة النمو الاقتصادي وتشغيل الأيادي العاطلة عن العمل، إضافة لدعم الاقتصاد الوطني من خلال هذا التعاون الذي يسعى لبناء وتطوير البلاد، خصوصا وأنها قد خرجت للتو من حرب عسكرية ضد العصابات الإرهابية. شراكة مهمة يعني بين القطاع العام والقطاع الخاص، لأنه تفعيل القطاع الخاص خلال المرحلة القادمة أعتقد سيوفر فرص عمل كبيرة للعاملين، وبالتالي سيخفف الضغط عن التعيينات بالقطاع العام. القطاع الخاص سواء كان الصناعي أو الزراعي قادر على توفير متطلبات السوق المحلية بالمواصفات والجودة العالية التي تتناسب مع ذوق المجتمع العراقي. يأتي هذا التعاون والترابط ما بين القطاعين العام والخاص لما لهما من إمكانيات ومؤهلات تجعلهما يخوضان هذه التجربة المشتركة. القطاع الخاص العراقي يمثل ثقلا تنمويا كبيرا جدا في العراق، لما يمتلكه من إمكانات ومؤهلات تجعله قادر على أن يكون شريكا حقيقيا للقطاع العام في الدولة العراقية. ولم تقتصر هذه الشراكة على القطاع الخاص العراقي، بل إنها تسعى للتعاون مع القطاع الأهلي في مختلف الدول. من بغداد، كرار الزيادي، الولاء الفضائية.